يا حزني واللي يا فرحة اللي نجحنا معنا. والد طالبة مرح الشمالي الناجحة في الثانوية العامة بمعدل 74.8 من يوم نتيجتها كانت بالنسبة لنا فرحة عارمة، وكان على بد منا أن مرح إن شاء الله تعلى أكثر فأكثر. بليلة حلوة بأحلى غنوة وألف ليلة. مرح ولدت منذ طفولتها بشلل دماغي أثر على الجزء السفلي من جزء من جسمها وعاجز السمع بنسبة 70%. حالتها الخاصة واضحة لا يعنيها أنه ما تكملش تعليمها. يسلم الفرحة بهالليلة ما أحلى النجاح. إحنا اليوم إن شاء الله فرحانين بفوز مرح وشهادتها رائعة. أنا عندي قوة بدي أدخل الجامعة.